مصطلح كتير عم نسمع عنه بالآونة الأخيرة، واللي هو الذكاء الصناعي، اللي هو من أكثر المصطلحات انتشارا بالوقت الراهن، وهلأ منلاحظ كيف صار موجود بكل المجالات وبالمهن بالحياة. واليوم رح نعرف أكثر عن الذكاء الصناعي وعلاقته تماما بالموارد البشرية، وكيف عم يتم توظيفه بالموارد البشرية وبشكل إيجابي كمان بخدمة البشرية بشكل عام. رح نحكي أكثر ونناقش بهذا الموضوع أكثر ونعرف كل هاي التفاصيل مع الأستاذ حسام الدين غرة، وهو اختصاص إدارة موارد بشرية. يسعد صباحك. صباح الخير لكم. صباح الخير للإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك حسام. بالبداية، شو الذكاء الصناعي؟ هلا الذكاء الصناعي يعني كثير منتشر، بنلاقي حسب الذكاء الاصطناعي وهيك رأى الذكاء الصناعي. خلينا نعرف، لاحظنا بالفترة الأخيرة إنه الذكاء الصناعي كثير انشهر أو طلع ترند، فينا نقول، مع إنه هو ما وليد العصر. يعني هو فينا نقول من اختراع الكمبيوتر والحاسوب واختراع الإنترنت، فهو بالفترة الأونة الأخيرة كثير انتشر الحديث عنه بسبب إنه التطور الكبير اللي صار فيه. ففيني أعرفه بشكل مبسط، للذكاء الصناعي هو تطبيقات بتسهل عملية الإنسان وتقوم بأعمال معقدة كان يقوم فيها الإنسان بالسابق. مثل شو؟ هلا في يعني خلينا هيك نشرح ونبسط الأمور للمشاهدين أكثر. يعني ذكاء صناعي هو ترند هلا مثلا لأي مثلا غنية أو للكليب أو لشخصية مشهورة. خلينا نحكي كيف بيتم اختراعه عبر الكمبيوتر مثلا. هذا بدنا نتعمق فيه اكثر، هو ما حننتهي ابدا، بس فيني اقول لك انه مثلا هي تطبيقات معينه بتقوم بدراسه تحليل الوجه وتحركاتها وتجسيد الوجه بشكل عام، وبتعطي اي شيء بدنا، يعني مثلا ممكن نكتب له اي شيء ويعطينا حلول له. يعني مثلا فينا نقول مثلا تطبيق الشات جي بي تي، يعني اللي هو مثلا فينا نكتب اي برزنتيشن، نكتب له موضوع، نودي موضوع معين، او في اللي انتشرت الفتره الاونه الاخيره انه نكتب مثلا حلقات مسلسل كامله، يعني ننهي مسلسل كامل بمجرد نكتب العنوان بس، يعني بيبحث لنا بكل الكتب وكل شيء مسلسلات صايره وبيختصر لنا هذا الموضوع كم حلقه يعني بدنا اياها. يعني لهالدرجه وصل الغش، يعني هو اسمه ذكاء صناعي. بنشوف كثير انه انت حكيت انه كمان انه هي مجرد تطبيقات بتم صنعها من قبل اشخاص او مبرمجين، ولكن هلا اخيرا خلص اطلقوا على هي التطبيقات الذكاء الصناعي. طيب هذا المصطلح او هذا الشيء عم يكون ايجابي او سلبي؟ يعني اكيد ممكن يكون له سلبيات، ممكن تضر بعض الاشخاص، كيف ممكن انه تاثر على البشريه بشكل عام؟ تماما. لا، حجاوب بشكل عمومي، ما حجاوب بشكل خصوصي مبدئيا. بشكل عمومي بشوف مختصي اداره الموارد البشريه انه تقريبا نص منهم بشوف حسب تحليلات صارت انه بيقولوا انه هي اسهل طريقه لتاهيل والاستبعاد العنصر البشري من الوظائف، بخافوا منها طبعا حسب تحليلات الموظفين. في منهم نسبه كبيره بشوفوا انه هي طريقه بالعكس لتسهيل العمليه الاداريه وغيرها من الوظائف الثانيه. وصارت دراسه حديثه باليابان تقريبا على اخصائيه اداره الموارد البشريه، وصارت على الخبراء بمجال معين كذكاء صناعي، تقريبا 60% منهم جاوبوا بشكل ايجابي و40% جاوبوا بشكل سلبي. فشوينا نشوف انه النسب متفاوته شوي، يعني لحد الان ما فينا نحكم او نجزم فيها. تمام. بما انه ذكرت يعني قديش الذكاء الصناعي موجود بالموارد البشريه وتاثيره عليها، يعني هلا نحن كثير بعاد انه نحن نستخدم هذا الذكاء الصناعي بايامنا او بشغلنا او بحياتنا. خلينا نحكي اليوم هذا تاثيره، هل هو له تاثير ايجابي نوعا ما؟ كثير عم نحكي بشكل سلبي 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 نحن. خلينا نحكي ممكن هو يصير يعني شيء هو موجود بحياتنا، بيترافق مع شغلنا مع حياتنا اليوميه. هلا ممكن يترافق كثير بشكل كبير، هو عم يترافق اساسا معنا باغلب الوظائف. يعني اوكي، يعني مثل انت لما تفوتي على شركه او هم الاخباريه السعوديه ممكن تسجلي حضور ببصمه مثلا، فهي استغنى عن موظف الاتش ار فيها، يعني هو كان عشان يأتمت الحضور وكذا وخلافه 100%. او حتى مجال المحاسبه، يعني ممكن يختصر انه الات معينه صارت باليابان انه احنا باخر كل شهر بروح على مكان معين، اله هي بتعطيني، يعني تستغني عن وظيفه المحاسبه. فكثير في مجالات كثير توسعت، فما فيني اقول اجزم انه هي ايجابيه او سلبيه، بس انا بشوفها كشخص انه هي شخص شيء ايجابي طبعا، يعني بتسليط الضوء انه يعني يستخدموها البشر دون استغناء عن العنصر البشري. مثل ما قلت لك، هن يعني تطبيق بالنهايه او برامج، 1 زائد 1 يساوي 2، بيحتمل الخطا بالنهايه. طيب فنحن لازم ما نجزم بهذا الشيء ابدا بالوقت الحالي.
يعني حكيت انت عن تطبيقات مستخدمه وممكن تكون موجوده بشركات عالميه كبيره هلا عم يستخدموا لهي التطبيقات، خلينا هيك نذكر اهم هي التطبيقات يلي هلا لازم تكون موجوده انه ما فينا بقى نستغني عنها. هلا في مجال اداره الموارد فيني اقول لك مثلا في تطبيقات الاستقطاب مثل في كثير مثل الانجيج سمارتر، او فيني اقول لك مثلا تطبيقات الهيز مثلا. في تطبيقات عمليه صارت اليوم بوقتنا الحالي، في تطبيقات مثلا الانجيج سمارتر بيعمل على انتقاء افضل المواهب من خلال السيفيات المقدمه على الشركه، بينتقي لي افضل المواهب وبيساعدنا مثلا انه نختار افضل الكفاءات، بيعمل فلتره بالمواهب المقدمه وبينتقي لنا انه اشخاص معينين يعني بيكون عندهم كفاءات وفعاليه عاليه، وبيستبعد تلقائيا البرامج الذكاء الصناعي بتستبعد تلقائيا السيفيات الغير مريحه او غير متوافقه مع المنظمه او الشركه. يعني هون الشخص ما بقى فيه يكذب بالسي في او يكرف شغلات ما انا صحيحه، ممكن انه يكشفها. هلا هو مرحله التوظيف ما بتجي مرحله واحده، مبدئيا بيجي بتقدموا على مجال التوظيف او مواقع الكترونيه للتوظيف، ورح يكون في كذا انترفيو لحتى مبدئيا بالتصفيه بيكون هو انه كبرامج ذكاء اصطناعي. بس في اشخاص مثلا بتقدم وبتكذب كثير مثل ما بنعرف، يعني انه تهبط مثل ما بنقول، تختار كثير، بتقول مثلا انا جيد باللغه الانجليزيه وكذا وخلافه، فهذا الشيء بالمقابله الثانيه اللي هي بتكون مع عنصر بشري بيكتشف هذا الشيء. تمام، يعني لانه بجوز اغلب الاتش ار ما يكون عندها خبره ب يمكن تيست اللغه او الكمبيوتر او اي شيء متطلبين فيه. خلينا حسام هيك نحكي شوي، هلا حكينا بالبدايه انه الذكاء الصناعي هو ترند هلا سوشيال ميديا، شفنا كثير فيديوز على الانستغرام فيسبوك يعني برأي الذكاء الصناعي مثل ما بيقولوا، او هي الهاشتاج هيك. خلينا نحكي اليوم صار في هيك اشخاص عم يفرغوا وقتهم لابراز يمكن نقاط سلبيه بناس مشاهير تحت بند الذكاء الصناعي، خلينا نحكي اليوم قديش هيك حتى اذا كان في تنمر اذا كان في شيء، نحن كيف فينا نحمي حالنا من الذكاء الصناعي؟ هلا هون بسوريا يعني اغلب الاوقات ما فيك مثلا ترفعي دعوة على شخص عمل لك هيك شيء، بس برات البلد ما في هيك شيء ابدا، انه انت مثلا تجي تتنمري على اي شخص مشهور، تعملي تطبيقات ذكاء صناعي اي شيء فينا نعمل، يعني فينا نعمل شغلات مثل ما كنا نحكي من زمان انه ممكن مثلا الواحد من صوره يعمل فيها اي شيء. صح، فاليوم طورنا لانه وصلنا لهي المرحله انه صار فعلا هيك في شيء موجود، فممكن ياخذوا صوره اي مشهور او ممكن نحن اثناء المقابله يعملوا لنا شيء او يخلونا نحكي حكي ما حكينا اساسا. فبصير كثير على تطبيقات ذكاء صناعي مع الليبسينج. صح، حتى بالليبسينج هو تماما هي مثل ما قلت لك بتدرس تعابير الوجه، بتدرس الحكي، تعطيه اكثر من معطى، يعني اكثر من مقابله مثلا شخص حكى هيك وهيك هيك وهيك، فبيلخص لك هذا الموضوع بشخصيه معينه وبقول لك نفس الحكي. أوكي. يعني حتى فينا نقول بالاغاني والاصوات، يعني مثلا ممكن نطبق مثلا اي غنيه لاي مغني ثاني ونفس الصوت تبع المغني الثاني، يعني هذا الشيء هلا صار بشكل خطوره على الاشخاص حتى اصحاب المواهب، ما بقى في حمايه حتى لموهبتهم مو لخصوصيه الشخص، عرفت يعني هون الشخص ما بقى في لا يحمي حاله لا يحمي حتى موهبته اللي هي خاصه فيه، عم تقول انه ممكن تجيب صوت حدا ثاني بنفس الدقه. تماما، يعني هون في خطر. هلا فيني اقول لك في نسبه خطر كبيره، بس لازم يعني الدول هي اللي تحمي هذا الشيء، يعني ممكن انا شخص ارفع دعوه على اي شخص انا ما حكيت هيك، مثل الفترة الماضية انتشر كثير مشاهير مثلا انه تركيا انه تعرض لمحكمة دولية وهو على التيك توك نزلوا له شيء هو ما حكى اساسا. شخص جدا مشهور يعني على مجال السوشيال ميديا والجيمر وهيك. فانذكر انه حكى شغلات ما حكاها وتعرض انه محكمة بتركيا وتم انه اخراجه من تركيا، مع انه فاجأ انه هي الوسائل مو الي، يعني مواقع التواصل الاجتماعي مو الي. ما في شيء برهان، ما في برهان، ما في توثيق اساسا للحساب، فودى انه يطلع من تركيا وراح على مصر. يعني تمام، يعني حسام بنهايه لقائنا اليوم هيك شوي حبينا نضوي على الذكاء الصناعي وخاصه علاقته بالموارد البشريه وقديش هو في له جوانب سلبيه وايجابيه. بختام حديثنا حابب توجه اي معلومه ما ذكرناها خلال اللقاء او حابب تقول اي شيء بخص الذكاء الصناعي؟ طبعا بالنسبه للذكاء الصناعي انا حابب اوجه معلومه انه هو ابدا ما المفروض نحن نخاف منه كبشر في مجال الوظائف، لانه بالنهايه انا مع استخدام الذكاء الصناعي ولكن تحت اشراف بشري، ما فينا نستغني عن العنصر البشري ابدا، والعكس انا بدعو انه المنظمات الصحيه تتطلع لهذا الموضوع وتواكب الدول العظمى بهذا المجال،
وتطبيق وشغلات الذكاء الصناعي ما فينا نحصرها بجلسه واحده، تحتاج كثير مجالات واسعه يعني مثل ما شفنا. تمام. فما فينا نحكي عنها بعشر دقائق او اقل يعني. اكيد يعني الحديث يطول، ممكن نحكي ونتوسع بالموضوع اكثر ونشوف بكره بعدين لوين بنوصل بهذا الشيء. بدنا نتشكر وجودك معنا واهلا وسهلا فيك. تمام، شكرا لكم وشكرا للاخباريه السوريه.